أنا أول من أدخلت على القانون إلى مدينة مكناس 1956، وكنت ما تنعرفش القانون كيداير. هذه غريبة من نوع، شريت القانون وما عرفوش، غادي نشري القانون وما عرفش الآلات القانون كيدايرة. فشريتها دازت واحد المدة طويلة ولا تنتعب معاها، لأن ما كانش هنا اللي غادي يورينا ولادي، ولكن مع المدة تمكنا منه إن شاء الله، وجاب الله تيسير ودرنا مهرجان ديال مدينة مكناس اللي هو أول مهرجان في المغرب وفي العالم العربي تقريبا. هذه 5 سنين وحنا في هذا المهرجان، هذه الدورة الخامسة. كنا تنستدعيو عدد ديال الفنانين من العالم العربي وحتى من اليابان، حتى من اليابان كانوا جا واحد السيد الاخر وشاركنا، وما داكشي عجيب لهذا الياباني اللي تحس بالقانون. جاتني انا غريبه، ولكن الحمد لله مكناس ولات عاصمه آلات القانون. كانت دوره رائعه بكل مقاييس، المشاركه كانت 100%، جميع الاخوان والفنانين اللي تمت الدعوه ديالهم حضروا، بخلاف لحد الان مازال ما عرفنا الظروف ديال الفنانه حبيبه الرياحي اللي حتى الاخر لحظه وهي كتاكد المشاركه ديالها. الى اي حد استطعتوا تحققوا الاهداف ديالكم، وشنو هي التطلعات ديالكم بالنسبه للدورات المقبله؟ وبالنسبه لينا الاهداف اللي سطرناها، هي من بين الاهداف اللي سطرناها هي الاشعاع الثقافي لمدينه مكناس. فاذا كنت حضرتي معنا البارح في السهره فغيبان لك من الحضور بانه كان واحد الاشعاع ثقافي متميز، يعني مجموعه ديال الاطارات اللي حضرت معنا من مدينه مكناس، كذلك من مجموعه ديال المدن المغربيه اللي جاوا مع الفنانين الحاضرين. إني كانت دورة 80-90% حققت نجاح اللي كنا منتظرينه وكنا مبرمجينه. بالنسبة للانتظارات ديالنا في الدورات اللاحقة إن شاء الله، هو أنه غادي نحاولوا نشتغلوا على موضوع الآلات الوترية الإفريقية. يعني الدورة الجاية إن شاء الله غيكون عندنا آلات القانون، وغنضيفوا أو لا أن نستضفوا آلات وترية إفريقية. اختاريت نمط ديالي التوجه نحو الأغنية المغربية العصرية، وبالتالي يعني في الدورة الثالثة كنت شاركت بقطعتين لعبد الهادي بالخياط وسميرة بن سعيد. الدورة الثانية الرابعة عفوا شاركت كذلك بأغنيتين مغربيتين، واليوم كذلك شاركت بأغنيتين مغربيتين لمحمود الإدريسي ولمحمد الحياني. والحقيقة يعني الاختيارات اللي كنعمل غالبا ما كتلقى ترحاب من عند الجمهور، وكيكون هناك تجاوب طبعا، لان كيتذكروا الأغنية المغربية العصرية اللي كانت في الأوج ديالها، وبالتالي كنذكرهم بالفن الجميل المغربي، ولهذا يعني كان كيلقى إقبال الحمد لله في كل مرة، يعني في هذه المشاركات اللي كنعمل والاقتراحات اللي كندير. طريقة توظيف الآلة كيف ما كانت، كان آلة قانون وآلة أخرى، التوظيف ديالها هو اللي كيخلي يعني الموسيقى اللي كتعزف مثلا بآلة القانون على سبيل المثال، انها كتلقى اقبال ولا كتلقى يعني نجاح عند المستمع. وبالتالي فإلا ما نجحناش في كما قلت لك في التوظيف ديال الآلة في واحد اللون معين، راه طبعا ما غاديش غادي يصبح او لا غادي نسمعوه كنشاز. وبالتالي يعني الى لاحظتي ان تقريبا يعني العازفين اللي سمعتيهم اليوم
كل واحد تقريبا عزف واحد الشكل ديالو بطريقته، والتوظيف كان جميل وكان صحيح، وبالتالي كانت تقريبا كل المشاركات مقبولة جميلة، مع العلم أن كاين هناك موسيقى اللي هي مركبة، موسيقى فيها نوع من الغربي ومع آلة القانون، وكاين طبعا الموسيقى المغربية اللي هي محضة بالإيقاعات المغربية إلى آخره، وكل لون تقريبا حظى بالترحاب ديال الجمهور، وكان كانت مشاركة صراحة حقا ناجحة. جد سعيد بالمشاركة ضمن فعاليات الدورة الخامسة للمهرجان مكناس لآلة القانون، والخصوصية اللي كانت في هذا المهرجان كان تيمة ديالو هي الموسيقى المغربية أو الأغنية المغربية. قدمت معزوفات من ريبرتوار الأغنية المغربية، وكنت حريص على اختيار المعزوفات اللي قريبة المستمع الكريم للقطع مغربية خالدة تربينا عليها سواء في الراديو أو في التلفزيون. في الوصلة الثانية كنت حريص في توظيف ريشة آلة القانون أو يصطلح عليها الريشة المغربية في عزف بعض القطع التراثية، واخترت مقام الساحلي اللي هو مقام مغاربي ما كيقتصرش فقط على المغرب، بل كيتستعمل في شريط الساحل المتوسطي، من هنا جت أصل تسمية مقام الساحلي، يعني كيتستعمل عند المغرب، عند الجزائر، عند تونس، عند ليبيا، وكيتستعمل كذلك في المغرب في موسيقى في الأغنية الشقورية. فعلا حاولت نقرب آلة القانون من هذا المقام، وحاولت نشتغل على ميثود جديد، ومن دوري كعازف لآلة القانون كنحاول نحبب الناشئه او الطلبه ديال هذه الاله في الموسيقى المغربيه، لان حنا حاليا شنو اللي وقع في آلة القانون؟ كل شيء مشى للموجه التركيه، كل شيء كيحاول يقلد الموجة التركية اللي هي موجة دخيلة علينا، بينما احنا عندنا تبارك الله شحال الإيقاعات، شحال المقامات، المغرب تبارك الله غني بـ 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 بالموسيقى دياله.